مشاهدين ومتابعين قناة أشواق تيفي، مرحبا بكم معنا دائما في إطار تتبعنا للملفات الإنسانية والاجتماعية. اليوم معنا السي البشير. السي البشير العمر ديالو 75 سنة، 75 عام، أب ال 15 طفل أو أب ال 15، ما بقاوش أطفال دابا. سولته ملي سمعت هذا الاعداد، سولته قلت لي واش مره وحده، قال لي لا زوج، لان المرحومه مسكينه كانت توفات وكان عاود تزوج. اليوم هو سائق ديال طاكسي، جا باش يعاود لينا على المعاناه اللي كيعيشها وهو في هذا لاج هذا وباقي خدام، ما كاين لا تقاعد لا والو. ياك التقاعد اللي يدير زوار التقاعد. انا الان الاخ معكم الاخ البشير، كيف قالت الاخت، جي 75 عام، بيرد شيف دو فامي. انا الان حاليا سائق تاكسي، واللي تسمع سائق تاكسي تيصحاب راها شي حاجه كبيره. الور كو سائق تاكسي ما هو الا في تماره وفي العذاب، لان لا ستركتور ديال التاكسي ما كايناش. هادي لي مال ستركتوري تاكسي، علاش؟ لان الملك لما تعطي ان اغريمون تعطي اتيتر اونيغو لقصد باش يعاون هذاك الانسان هذاك. ولكن الان صبحت لي غايه تجاريه، صبحت تاخذ لاغريمون الحلاوه قال لك ب 40 مليون، كلي تاخذها ب 34، تيكريها ب 250 الف فرنك، 2500 درهم. ذاك المستغل اش يدير؟ تمشي يشري لها طوموبيل وتعاود يكريها. لما تيكري الشيفور بحالي انا، تيدير لي انا الروسيت، يعني شي من تحت شي من تحت شي من تحت شي. وانت اش غايشاد لك؟ غادي يشيط لي انا على العذاب الاليم. 2500 تكريها لي هنا ب 300 درهم، 300 درهم تكريها النهار كامل، ولكن تخدم نهار وتجلس نهار. لما تتكريها 300 درهم، منين غتجيبها 300 درهم؟ الفو ايتر امبريكو، لان غتبدا تزيد لهم في الكونتور، ما يمكنش هاي. واش غادي تبدا تدير لهم ديك ديال 50%؟ سي با بوسيبل، ماشي سراقه. ولكن ما كافياش، لما تخدم دير لي انت 300 درهم، انا بارفو تنزيد لي عليا. قلتي نعم. انا اش غادي يبقى لي لما تنكري ب 300 درهم الونغور دو لا جورني؟ اش غادي يبقى لي؟ 100 درهم. انا مشيت ماكسي الكرو ماكسيموم، مي 100 درهم بارابور لهاد العيشه اللي عايشين حنايا وهاد الغلاء اللي كاين والمطيشه ب 120. 100 درهم شحال كتخدم فيها من ساعه؟ تعطيك 100 درهم تقدر تخدم على لا 12 ساعة. 12 ساعة 12 ساعة و 14 هاد 100 درهم نحيدو منها الفطور، خرجتي غتفطر وغادي تغدى 50 درهم. الشيفور الآن لما تيخرج من الدار ديالو ما تيفطرش في دارو، اوتوماتيكمون ملي تيعيط توصل ل 10 تيدير اون بريز، تيجلس في القوارة تيخلي 30 درهم. هذا إلا إذا صبحات الجلسة ديالو ديال القهوة تيخلصها، لان ديك الساعه اللي غادي يجلس مع الناس راه زايده فيه. زايده فيه، تصبح ديك القهوه اللي غادي يشرب هو ب 7 درهم، مي صبحات هذه القهوه دي ب 70 درهم، لان اون اور ضيعت انايا. فلما ترجع بحالته مع ديك 100 درهم راه ما كاملش، شحال كترجع؟ فين نرجع لي 100 درهم؟ دخل معك لدارك ودخل تدخل على تمارا شو تدخل؟ انا لا بقات لك 70 درهم ولا 60 درهم تقول لها حتى شي واحد، وال 70 درهم ولا 60 درهم تقضي لسائق الطاكسي، عنده وليدات، عنده الكرا، عنده ديزومبيسيون، حتى هو باغي يسافر، ممنوع عليه تمور الطاكسي يسافر، ممنوع عليه، خاص يبقى كاع النهار الونغور دو لا جورني وليامات كامله وهو في الطاكسي. انا ملي كنت نخدم في الطاكسي باقي نخدم، تمي تنهز معايا دولي بران تندير في البواتاكون، لان صداع الناس، لان الناس لما تطلع معك في الطاكسي. هل صحيح ان الطاكسي كيكون بحال الطبيب المختص او الطبيب البسيكولوج الثاني؟ جوستومون انا جاي نهضر، لما تطلع عندك انسان اللي بوري بالمشاكل تطلع معاه مور الطاكسي هو راه تمسك غريق بغريق، لما تطلع لعندك تبدا يشكي عليك مراتي كذا الاولاد كذا، انت تيوبليجي باش تسنت ليه فيك البسيكولوج.
فيك القاضي، فيك لو جوج دانسريكسيون، فيك لو بروكور دو روا. دونك من غير الخدمه اللي تنديروا ديال المونطاكسي نركبوا معنا وكذا، مي حنا تنعطيو دي كونساي تنسكتوا. انا واحد النهار انا غادي، واحد الناس قال لي اديني العين السوق. ملي قال لي اديني العين السوق قلت هذا خينا واقيلا غادي يطلق ولا شي حاجه، سي سير. علاش؟ لان ملي قال لي عين السوق ما تيهضروش بعضياتهم، سي لانتويسيا ديال مول الطاكسي. قلت هادو غادي سي سيرمون معانا، كنت خدام مخدم عبد الوهاب الدكالي، قال لي انا تن من الناس المعجبين ديالو، ديك ديال اجي نتصالح اجي اي، لان عنده واحد الاغنيه عجيبه وندور فيه. السلام عليكم. السلام ياك لاباس الاخ؟ قال لي غديني اخويا لعند دار القاضي. ياك اودي لاباس، كان واقع شي حاجه. قال لي يا ودي كذا كذا. شوف نقول لك واحد القضيه، راه حتى شي دار ما خطيه المشاكل. إلا كان الرسول صلى الله عليه وسلم تيكون عنده مشاكل مع عائشة، اللي سي لو توب ديال الأخلاق ولو توب كان الوحي، فكيف أنا وأنتايا؟ راه تابيت ما خاصها. فلهذا غض البصر وطحنوا بعضياتكم ورجعوا بحالاتكم، راه ما عندكم ربح في الطلاق. إيفيكتيفمون رجعوا، أصبحنا ربحين واحد الأجر. أنا أصبحت أنا تنصالح وياك، وكاين الناس اللي تيطلع تيرضخ عليك البيبان، تيدير لك تفعل لك. جيتي تهضر معاه تيقول لك الفو غاردي لو سون فروا، ما عندنا غاردي لو سون كليون ايروا. ما اتونسيون، انا اللي تيقول لي لو كليون ايروا، بور موا لو كليون ايروا داك اللي في البنك حاط 70 مليار. انت راك معايا ب 7 دراهم وتقول لي لو كليون ايروا، غادي تركب وتمشي فيها باساجي، ما تويني با ان كليون. ان كليون اللي الانسان تدي ليه وليداتو للمدرسه، ان كليون اللي كيكون هو دائما يوميا يوميا. بحال دابا انت الا ديت لك انا تخلصيني بالسيمانه او شي حاجه وتندي لك الوليدات ديالك، تي اون كليون بور موا. واحد راكب معايا وانا واحد الاخر، انا راكب واحد النهار في الطاكسي وقلل مني الحياه، ما احترمني ما والو، شافني بالشعر شافني بكذا. الور ما بوزين كيستيون بيت، قال لي يا الاخ علاش ما تيبغيوكمش الناس؟ واش هذا سؤال تيطرح؟ ما تيطرحش هذا السؤال. سكت، عاود ويعاود. قلت له واش تهضر معايا انا؟ هو راه بوحدو اللي راكب معايا. قال لي تنهضر معاك انت. قلت له شنو المطلوب مني؟ نجاوبك ولا شنو؟ علاش ما تيحملوا ناس الناس وكذا؟ انا راه ما انتوما اصحاب الطاكسيات. مالين الطاكسيات، عنده هو فكره اخرى. قلت له ودي انا ماشي مدام سولي اللي غادي نعرف واش تيبغيونا ولا ما تيبغوناش. قال لي لا اخو قول لي علاش. اللي بغيت نقول لك علاش، قلت راه تيا شرشي لا بتيت بات معايا، حيت حنا تنعرفوا خواتاتكم فين تيمشيو، لان ملي تخرجوا من عندكم الدار بور سي ميشون سا سي ميشون. ولكن هو تا بروفوكي ايل ما بروفوكي لا، لان الا خاص الا ما جاوبتوش راه غادي عاد يطرح وحده. راه سي البشير، حنا فهمنا المشاكل ديال التاكسيات ربما ما خافياش على المغاربه كاملين. ايوا انا اليوم اللي عارفه هو ان فوزيت ان اكس جوندارم، هذا هو اللي تيهمني انا اليوم، كيفاش ان اكس جوندارم خدام في تاكسي. مو سو ان اكس جوندارم لا بروموسيون 64، دخلت انا في 64 و جي سيرفي او بري دو سا ماجيستير الله يرحمه في لا ريزيدونس رويال، وخدمت في الاداره العامه ديال الدرك الملكي، وكنت ديتا شيف لي فينونس مقابل داكشي ديال لا بونسيون داكشي. من 64 مشيت للصحراء، مشيت للصحراء، جيت ميتي دابا قال لك خاصنا اللي زاليهم مزيانين وكذا. مشيت للصحراء القصر السوق، ديك الساعه كان الرشيديه اللي هي حاليا واقيله، كان قصر السوق سمو. انا كنت تنصحب انا هما دا غير المونفيري، المونفيري اما هي في الحقيقه ماشي ميوتاسيون بور مي بوزيو مي نو، المونفيري. مشيت للصحراء تنقلب كومون سا يتون فيري، ولكن يتون في ميوتاسيون. ميوتاسيون لا يعني تحولتي لا 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 اتونسيون، راه ما راه اداره هذه لما تتبغي فيك الخدمه ولا كذا تون فيري مي دون مانيير انديريكت. هما ملي بغاو يشفطوني انا القصر السوق قال لك اودي تي ان بون اليمون غرضنا بك كذا، الو رانا الرباط، من الرباط خدام في الرباط حتى القصر السوق، راه سي با فيدون. لان ملي مشيت انا جايك سي كوم سي سي فوز اتي ديغرادي ديغرادي ولا بار ميزور ديسيبلينير، سي بار ميزور ديسيبلينير عاد القبال هما دايرين ليك بور نيسيسيتي دو سيرفيس، الو سي كونتراديكتوار. الو انا ملي غادي تنقول داك داك اللي حدايا خويا وصلنا لقصر السوق، ويلي فينا هو قصر السوق؟ راك انت عارف الريش، وحنا غادي تنقول انا جابني لهنا
مشيت لقصر السوق نزلت السلام عليكم وعليكم السلام، كاين خوتي تاكسي اللي تيدي لاكومباني تاسم تاكسي، قال لي انت منين جيتي؟ واش انت في المغرب عايش ولا فين؟ قلت ايه. والطوبيس اللي تيدي لو بيس اللي تيدي قال لي اخو راه هنا ما كاين الطريق ما كاين والو ما كاين والو. الور سي لا اوتي ا كومبري كو جي كومبري كو واحد المقوله تيقولوها الناس الاولين الشهر اللي من ناخذ كراه جداني نحسبوا لما تدخل في لي ديتاي ديال الاداره ولا كذا الى اخره. انت كتدخل في لي ديتاي ديال الاداره؟ ايوا كنا صغار وني تي جون. ايوا حنا وني تي كات هاد الدراهم اربعه الدرسات هما عندهم الوقت الكافي ما تحيدوك عليهم ميتونا حنا كاملين كلنا في بلاحونا. مشيت لقصر السوق الور كو سيتي اون 61 يلا تيتبنى واد زيز. جيت الرباط وجي بارتيسيبي في لي زاريستاسيون ديال الكوديتا. انا حضرت في الكوديتا مالغري هادشي كله اللي عملت ديال الكوديتا الاولانيه موجي خليت البصمه ديالي في الكوديتا الاولى والكوديتا الثانيه. مي مع الاسف انا الشوفور دو تاكسي. علاش؟ اش نقول لك؟ غادي نقول لك انا باش كنتي خدام حتى لاخر لحظه وخديتي لا روتريت ديالك ولا فوزيتي فيغي فيغي فريمون؟ انا خديت لا روتريت ديالي سي بار لا روتريت بروبورسيونيل سي تادير لا بروبورسيونيل ما تتوصلش ذاك لاج ديال لا اونتيسيبي بار اونتيسيباسيون. خديت لا روتريت ديالي بار اونتيسيباسيون. رجعت للرباط خدمت في الرباط و جات واحد المشكل بيني وبين الجدرميه قال لك ساعه مبروكه مالغري كو جي نقولها على كان عندي دي نوت دي سور دي اللي ما ياخذها حتى شي واحد. جيتي في ليتا ماجور ان بون اليمون المحبوب. جيتي ان بون ان تري بون اليمون محبوب عند الجميع محبوب عند لي زوفيسي سوبيريور مهلين فيا وكذا. جيتي محبوب بار تو الموند ومهلين فيا غير كاينه واحد المساله ما تفهمناش عليها قديد اللحيه تو الور كو انا اللحيه ديرها بار شهادة طبية عطاه لي الطبيب لو ديرماتو باش ندير اللحية. الور هما بالنسبة لهم تلبى لهم اللحية وقيلة سلفي ولا سلفي ولا خلافي ولا الله اعلم. الور كو ذاك الوقت ما كان جهادي الا خلافي. كان ديك الساعة كنت انا جيتي في الشرق كان وقع ديك القضية تقولوا ان المهدي المنتظر غادي يخرج وحنا بعاد على المهدي المنتظر ولا كذا. الور ملي جيت رجعت بحالتي لداري المون كونفوكي قال ما داروا معايا لونكيت جونتيمون الله يجزيهم بخير اصدقاء ديالي اللي تعرفوني في ليتا ماجور. اون فان دو كونت اون فان دو كونت قال لك اودي تسرى ريزيلي ديال عندنا تعليمات وكذا وكذا الى اخره. كان ديك الساعه وقع هذا الشيء كانوا تيقولوا راه ريزيليياسيون دو فوتر كونترا. وي اه وي كو سيتي با فو كي شوازي. لا 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 جي ريان سوازي. لا 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 جي با سوازي. قالوا لك الله يعاونك ما كاينش اوكان بروبليم. لان كيف كنقولوا بالعربيه اقالوك تمت اقالته. ولكن انا عندي ايمان بالله ان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. انا ما عرفتش انا كنت بقيت في لاجوندارمير ومت الور ملي جيت انا لاجوندارميري راه درت مره اخرى كرمني الله مره اخرى كانت ديريكتريس فلوسيو اللي كولتيفي رجعت نسافر معها لذاك الاتحاد الاوروبي هي كانت سيتي لا غولاسيون اونتر لو ماروك ومع الاتحاد الاوروبي ديبلومات هي وي وكرمني الله كون بقيت في الرباط ما غاديش ندير هذه المره الثانيه. وعسى ان تكرهوا شيئا ما وخير الان تنامن بهذه القضيه ان ملي جيت للرباط سيد البشير اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.